نجم السوري باسل الخياط موجودين اليوم بسحور ايجل فيلمز. بس قبل ما نحكي عن السحور بدي اقول لك حضرتك ملك الادوار المركبه. عم تساليني ولا بدي اسالك واخذ رايك؟ ما في ادوار مركبه وادوار غير مركبه. الادوار الصعبه بيروحوا عند باسل، عند باسل الخياط. الشخصيات شخصيات مركبه، كل الشخصيات، الشخصيه حتى الشخصيه البسيطه هي شخصيه مركبه، ببساطتها هي شخصيه مركبه، ما في شخصيه فلات يعني. وهذا التركيب الانساني لا يمكن انه يكون بسيط لهالدرجه. اي شخصيه بتشوف فيها بالحياه هي شخصيه مركبه، بينما شخصيه صعبه هي شخصيه صعبه. شخصيه صعبه بمعنى دوافعها، مبرراتها، رؤيتها، سلوكها، هذا اللي بيختلف من شخص الى اخر. بس الدور اللي عم تلعبه بالكاتب اليوم هيدا شو بتسميه؟ شخصيه مركبه. مركبه صعبه. صح. كومبليكيتد. صحيح. عندها وجهه نظر سلبيه في مكان، صعبه في مكان، سهله في مكان، تتعاطفي معها بمكان، تكرهيها في مكان. المركب بقصد، لما قلتي لي انت قلتي لي انه شاطر بالشخصيات المركبه، حبيت اوضح لك فكره بانه الشخصيات كلياتها شخصيات مركبه، طريقه التعامل معها عرفتي كيف تختلف من شخصيه الى اخرى حسب المنشا والبيئه والثقافه والتربيه وكل شيء. انا بحب يعني ما في شيء، يعني ما في شخصيه معينه بحب اني ادور عليها، وانما الشخصيه اللي بتستفزني، اللي بحس بانه عوالمها مدهشه، اللي بتخليني افتح نوافذ جديده بحياتي، هي اللي برحله. ويونس جبران واحد من هاي الشخصيات. شو قد ايه اخذ منك يونس جبران تحضير؟ شو اخذ مني وشو اخذت منه؟ اخذ مني خبرة امتدت من أيام دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية لليوم. أخذ مني جهد وعمل وبحث وخلط لمجموعة من وجهات النظر ده من شخص واحد. أخذ مني قراري بالمغامرة بشخصية مثل يونس جبران، لأني أنا بحب المغامرة كممثل. وأخذت منه هالخلطة الجديدة اللي ضفتها لحياتي أنا. أحياناً أنت لما بتعملي، سوري على التعبير، لما بتعملي خلطة جديدة ما بتكون ببالك إطلاقاً، فبتصلي لنتيجة ما كانت بالحسبان. هذا لا يدركه بعتقد غير عالم الممثل، لأنه هو العجينة اللي عم يسوق هاي الشخصية. فبتقولي لي شو أخذت منه؟ أخذت منه كتير. بعدك مأثر فيه؟ مأثر فيه لأنه معي، هو مرافقني صار له 4 شهور، يعني موجود معي كل يوم. بطبيعة الحال لازم يكون موجود معي لسه، لأنه لهاللحظة لسه عم صور فيه، لسه ما خلصنا منه، فلا شك أنه بيترك أثر أكيد. يونس جبران شخصية مش يعني بيختلفوا عليها العالم، مش كأداء، كأنه يفهموها. الحبكة البوليسية اللي عم تشتغلوها بالكاتب جديدة، شو الأصداء اللي أخذتها وشو بترد على الانتقادات اللي العالم انتقدتها بمطارح ما؟ الانتقادات، في فرق أولاً بين النقد والانتقاد. الانتقاد هو حالة انفعالية شخصية بتطلع لعدة أسباب بغض النظر عنها. الانتقاد هذا الانتقاد، النقد هو وجهة نظر بأي شيء بالحياة بتكون بناءة إلى حد كبير بالإشارة إلى الأشياء السلبية، ولكن بيكون الدافع هو دافع بناء. والنقد لا يكتمل إلا برؤية العمل الفني من أوله إلى آخره لتشكيل وجهة نظر واضحة، لأنه قد يكون عندك التيرن بوينت موجودة في الحلقات الأخيرة، قد يفاجئك هذا الموضوع، فهذا الفرق. فأنا بالنسبة لي النقد هو جزء أساسي من حياتي، لأنه أنا ببني عليه وباخده إيجابيا، لأنه لا يمكن أنه يكون الواحد معتد بنفسه لدرجة أنه ما يشوف وجهة نظر الآخر. بينما الانتقاد صدقيني بيفوت من إذن اليمين وبيطلع من الشمال. شو النقد اللي أخذته حطيته ببالك قلت أنه معهم حق فيه؟ النقد لا يكتمل إلا بنهاية العمل وتكوين وجهة نظر، لحتى يكون نقد صحيح وواضح وصريح، ورغبة من الناقد بأنه يقدم شيء في وجهة نظر بالنسبة لصناع العمل، إن كان كنص ومخرج وممثلين وكل شيء. هذا هو النقد من وجهة نظري. أما الانتقاد قلت لك هو حالة انفعالية شخصية آنية ذاتية تطلع بنفس اللحظة لعدة أسباب بغض النظر شو هي. بس الخياط لما حضر دوره شو قال لحاله؟ شو قلت لحالي؟ ما بحضر حالي من منطق حب الذات أكيد. أنا يعني أول ناقد لحالي، أول ناقد لنفسي. يعني لا شك بانه انا بشوف اشياء وبحاول امحيها، مو بس بالكاتب، بعمل يعني حتى يعني بحاول اني يكون ناقد ايجابي، عرفتي شلون؟ ما كسر
بالضبط طبعا. وهذا النقد هو اللي بيخليك دائما يكون في عندك اصرار على انك انت تزيدي لحياتك وخبرتك وتجتهدي اكثر وتشوفي اكثر ولا وتكتشفي مناطق بحياتك الشخصيه والنفسيه انه قدراني اني انا لا هذا الاشياء انا ليش ما اتطرق لها، يعني ليش بدي انا اتعامل مع الناس بانه هنن لا في قوالب معينه من الناس انا بقدم لها سناك وجبه ثابته مثل ما هي البيتزا مثل ما بناخذها من البيتزا، لا اكيد في مكان ما كانت البيتزا بحد ذاتها تجربه وتحولت الى بيتزا. سوري انا عم بعمل لك خلط، ما عم اقول الطبخ مثل التمثيل ولا لا، عم بحكي لك على الميكانيزم تبع الاشياء. لابد من التجربه دائما بحياتنا على كافه المستويات لحتى نتقدم، اذا ما في تجربه ما في تقدم، في ستاتيك في سكون. باسل حضرت شيء من الاعمال اللي تقدمت السنه، شو الكاركتر اللي لفتك؟ مين الشخصيه اللي قلت حبيت؟ شوفي انا قلت لك اليوم نحن 26 رمضان نحن لسه عم نصور، وشخصيه مسلسل مثل الكاتب حقيقه بده تفرغ، حقيقه بده تركيز شديد جدا. ما بقول لك ما تفرجت، ولكن ما فيني انا كون وجهه نظر لاني الحقيقه انا شفت اشياء ما شفت عمل لسه، عرفتي كيف؟ ما فيني بحكم. بدي اتفرج على الكل، ما فيني اكون متسرع واقول لك انه انا شدني كذا او كذا، لا لا، مهنتنا هي ما لها مشاهد، هذا اللي بدي انا كمان اقوله. مهنتنا نحن كمسلسل قد يكون مسلسل رائع وجميل اللي بدك اياه، اوكي بتشوفيه وبتاخدي وجهه نظر عنه، اما اني انا مثلا شوف مشهد حلو ولا اثنين حلوين ولا ثلاثه حلوين ولا ممثل عمل مشهد حلو هون، لا انا بدي اشوف بنيه 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 كامله. هيدا مش العمل الاول مع ايجل فيلمز، في عمل رمضان جديد؟ لسه هذا الموضوع سابق لأوانه يعني، خلينا نخلص الكاتب ونشوف شوف إن شاء الله شو. باسل آخر سؤال رح أسأله بس لأنه كتير أخذ ضجة هالفترة بالإعلام، قصة الممثلين الدراما العربية، الممثل اللبناني الممثل السوري ما بيشيل عمل بيشيل عمل، شو عندك تعليق تقوله بهيدا الموضوع؟ ما بعرف أنا هذا يعني ما بعرف رد عليه الصراحة. العمل الجيد بيفضل يعني بيفرض نفسه بي 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 يعني العمل جنسيات، يعني هل العمل عم بصير جنسيات يصير بقى، أنا ما بدخل في هذا الموضوع. العمل الجيد يفرض نفسه بس مين من كان يكون فيه، إن شاء الله يكون فيه، والدراما الموضوع نفسه هو اللي يعني هو اللي بيحدد. أما ندخل بقى بأنه حمل عمل وما حمل عمل وشال عمل وهذا جنسيته فلانية، أنا بصراحة ما بحب أحكي بهذا الموضوع.